بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وبإذن الله تعالى موعدنا اليوم مع درس من كتاب الموضوعات المتعددة، كتاب القراءة، والدرس بعنوان زراعة الفضاء. بإذن الله تعالى في نهاية الحصة تتمكن من معرفة أهمية البحث العلمي في حياتنا، ومعرفة نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة وأهمية هذا العلم، وأن تقدر أهمية العلم والعلماء في حياتنا. زراعة الفضاء عنوان جذاب يجذبك إلى فكر أو يدور بالك، كيف يمكن أن نزرع الفضاء؟ و ما علاقة هذا العنوان بالدرس؟ دائما إذا طلب منك أن تختار عنوان فاختار عنوان مشوق يجذب القارئ إلى قراءة هذا الموضوع. فزراعة الفضاء، الفضاء نعلم جيدا أنه ليس به هواء وليس به ماء، وأيضا الظروف المناخية هناك غاية في الصعوبة، فكيف يمكننا زراعة الفضاء كما يحمل العنوان من معاني؟ هيا بنا ننطلق إلى هذا الدرس ثم نناقش هذا العنوان فيما بعد. يقول الكاتب: منذ نصف قرن تقريبا كان الإنسان لا يعرف إلا القليل عن الفضاء، والآن لم يعد التفكير منصبا على مجرد الذهاب إلى الفضاء، بل تعدى التفكير إلى كيفية الإفادة من حجم الموارد الهائلة الموجودة في الفضاء الخارجي. إذن عقد الكاتب مقارنة بين ما كان يتصوره الإنسان أو ما اعتقد الإنسان منذ نصف قرن لا نعلم إلا قليل فقط، وكان مجرد الوصول إلى الفضاء خيال يتمناه الإنسان أن يتحقق في يوم من الأيام، ولكن الآن أصبح الذهاب إلى الفضاء أمراً سهلاً ميسوراً في ظل الاكتشافات العلمية الرهيبة التي توصل إليها علماء الفضاء والفلك، ولم يعد التفكير مجرد الوصول إلى الفضاء فقط، فهذا أمر أصبح متاح، ولكن في كيفية الاستفادة من الموارد الهائلة الموجودة في الفضاء. فكلنا يعلم أن كوكبنا الأرضي هو كوكب يعني ليس غنيا بالموارد، وخاصة الموارد المعدنية، به ندرة في الموارد، وعدد البشر يزداد كل يوم كل دقيقة وكل ثانية، فبالتالي نحتاج إلى موارد معدنية كثيرة، وهذا ما يتوفر في الفضاء وليس موجودا على وجه الأرض. حيث كشفت الأبحاث العلمية مؤخرا أن عن وجود كواكب تحتوي كميات كبيرة من الثروات المعدنية، ما حدا بالعلماء إلى التفكير في كيفية الإفادة من هذه الثروات، ولم تتوقف جهود العلماء عند هذا الحد فقط، بل جرت تجارب ناجحة لاستنبات زراعات في مركبات الفضاء التي يستقلها رواد الفضاء إلى القمر. إذن الاكتشافات العلمية، هذا التقدم والتطور الرهيب الذي وصل إليه العلماء، أكدت هذه الاكتشافات العلمية عن وجود كميات كبيرة من الثروات المعدنية موجودة في بعض الكواكب، بعضها منصهر وبعضها صلب. فالعلماء يفكرون في كيفية الإتيان بهذه الموارد المعدنية إلى كوكبنا الأرضي وإلى كيفية الاستفادة منها، وحتى يصلوا إلى هذا الهدف وهو استنبات زراعات داخل مركبات الفضاء حتى تجعل رواد الفضاء يبقون فترة أطول في الفضاء في سبيل الوصول إلى هذا الهدف. قام بعض العلماء في مركز جونسون الفضائي
منذ سنوات بوضع أحد خبراء الكيمياء في حجرة محكمة للمربعة الشكل طول ذراعها 10 أمتار، وقد احتوت على مزرعة قمح صغيرة لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربعة. وبعد أسبوع خرج الكيميائي من تلك الحجرة المفرغة من الهواء وهو في صحة جيدة. وهذا يفتح أمام العلماء آفاقا واسعة كبيرة، حيث استخدام مزروعات يعتمد عليها الإنسان في التنفس وتتبادل الغازات، حيث أن النبات كما نعلم جميعا وأخذناها في مادة العلوم، النبات يتنفس ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين، أما الإنسان فيتنفس الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، فكلانا يحتاج إلى الآخر. ولذلك نشعر بالهدوء والراحة النفسية عندما نكون في مكان به خضرة وبه مزروعات، حيث تكون كمية الأكسجين أكثر، فبالتالي يشعر الإنسان باستنشاق هواء نقي فيشعر بالراحة. دخل كيميائي في حجرة مربعة الشكل طول ضلعها 10 أمتار، يعني 10 في 10 يبقى مساحتها 100 متر مربع. وهذه الحجرة كان مزروع بداخلها مساحة 10 أمتار مربعة، يعني ممكن نقول 5 متر في 2 متر، يعني عشر المساحة تقريبا كانت مزروعة من نبات القمح. اعتمد الكيميائي في التنفس على القمح، واعتمد القمح في التنفس على الكيميائي، وكانت مصنوعة من الزجاج. فلو جاء سؤال لماذا صنعت من الزجاج؟ لسببين: ليراقبوا الكيميائي في الغرفة، وحتى يقوم النبات بعملية التمثيل الضوئي بطريقة صحيحة، حيث يحتاج إلى الشمس، فلذلك صنعت الغرفة من الزجاج. فقد كان اعتماده في التنفس على غاز الأكسجين الذي أفرزته المزرعة النباتية الصغيرة. وقد شجع النجاح الهائل الذي حققته هذه التجربة في أن يفكر العلماء بطريقة أكثر اتساعا، وهي إحلال نباتات مزروعة بدلا من خزانات الأكسجين التي يحملها رواد الفضاء. وهذه فكرة عبقرية. فلو تأملنا مثلا أنبوبة الأكسجين يزيد ثقلها من 30 إلى 50 كيلو متر تقريبا، فبالتالي إذا حملها رائد الفضاء على ظهره في كل تنقلاته، وإن كان لا يشعر بهذا الثقل في الفضاء، ولكنه مرتبط بفترة زمنية معينة وهي فترة وجود الأكسجين معه الذي لا بد وأن يكفيه في رحلته، فإذا نفذ هذا الأكسجين مات رائد الفضاء. فهو يعتمد على الأكسجين الموجود في الأسطوانات طوال فترة وجوده في الفضاء، فبالتالي هو مرتبط بفترة زمنية معينة حيث ليس هناك مصدر دائم ومتجدد للأكسجين، فهو يحتاج إلى هذا المصدر الدائم. وهذا المصدر توصل إليه العلماء من خلال تجربة مركز جونسون التي أقاموها في أن يتم استبدال خزانات الأكسجين الضخمة الحديدية الثقيلة المرتبطة بزمن معين، طبعا يقومون بتبديلها بزراعات داخل مركبات الفضاء. تخيل مركبة الفضاء بدون أنابيب الأكسجين، ستكون هناك غازات، غاز الأكسجين يكون متجدد يعتمد عليه رواد الفضاء في التنفس بصفة دائمة، كما أنه أيضا يخفف الحمل والثقل بتاع أنابيب الأكسجين اللي هتكون معاهم، فبالتالي يقدروا يحملوا المعادن التي يريدونها في من الفضاء، يحملهم مركبة الفضاء زي ما هم عايزين، وبعد كده يجيبوها وييجوا إلى
وقد وقع اختيار العلماء على نبات البطاطا مع وضعه في خزانات مغلقة بهدف الوصول إلى كمية الأكسجين التي توفرها احتياجات رواد الفضاء خلال رحلتهم، إضافة إلى توفير الغذاء. يبقى لن يكون البطاطا، طبعا كلنا نعرف البطاطا فيها ميزة، وهي إنها ممكن تتاكل بأكتر من طريقة، ممكن تتاكل مشوية، وممكن تتاكل مقلية، وممكن تتاكل مسلوقة. وأيضا أهم ميزة فيها، وده اللي يحتاج رواد الفضاء، لأن مفيش على الفضاء طبعا نار، فمش هيقدروا يطبخوا هناك، فالبطاطا ممكن يعني ممكن تناولها نيه، تمام، ناخدها ونقشرها وناكلها على طول، وفيها كميات كبيره جدا من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وطبعا سهله الهضم وسريعه الهضم، بل هي اصلا يعتبر كغذاء او كدواء لمن يصاب بعسر الهضم. فبالتالي البطاطا نبات سهل التناول وسهل الزراعه، وأيضا نبات لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء في الارتواء أثناء ري الأرض، ويعتمد عليه في الأكسجين وفي الطعام، وهذا ما جعل العلماء يفكرون في هذا النبات، نبات البطاطا. ولكن هناك مشكلة، تكمن المشكلة الكبرى في إنجاح مثل هذه الأبحاث في الوصول إلى مد الفترة الزمنية التي تمد بها هذه المزروعات رواد الفضاء من الغذاء والأكسجين، وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمنية التي يقضيها الرواد في الفضاء. تكمن المشكلة، أي تستتر وتوجد المشكلة، تظهر المشكلة الكبرى العظمى في إنجاح هذه الأبحاث في الوصول إلى مد الفترة الزمنية. إزاي نقدر نخلي النبات يتحمل الظروف المناخية الصعبة وما يموتش مننا في الفضاء، حتى لا يذبل النبات ويبقى حيا يمدنا بالأكسجين؟ لا بد من وجود مجموعة من الإجراءات التي تضمن سلامة النباتات، والتي يترتب عليها سلامة رواد الفضاء. فبالتالي لابد من مجموعة من الاختبارات والنظريات المختلفة حتى نتمكن من مد فترة عمر النبات. من الذي سيقوم بهذه الاختبارات وهذه التجارب من أجل إطالة فترة عمر النبات؟ سيكون لتقنيات الهندسة الوراثية، والتي بلغت مراحل متطورة في المجال الزراعي، دور فاعل في حل المشكلة المتوقعة في هذا المجال الحيوي. فما هي المشاكل المتوقعة؟ المشاكل المتوقعة، تعالوا بنا نفكر في بعض هذه المشاكل. أولاً، إذا لم يكفي النبات رواد الفضاء، إذن لابد من جعل النبات يخرج كمية أكبر من الأكسجين. ماذا لو لم يتحمل النبات الظروف المناخية الصعبة الموجودة في الفضاء، والتي تصل ليلا إلى درجة 120 تحت الصفر، وفي النهار إلى 300 درجة مئوية؟ فبالتالي نحتاج إلى نباتات تتحمل هذه الظروف المناخية التي ليس لها مثيل أيضا أصلا على وجه الأرض، حيث أن طبقة الكرة الأرضية محاطة بطبقات الغلاف الجوي وطبقة الأوزون. فبالتالي لا بد أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها الهندسة الوراثية من أجل الحفاظ على النباتات وإدامة حياتها خلال رحلات الفضاء. وهذا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي مراعاتها، لأن وقوع أي خطأ حتى لو كان هذا الخطأ صغيرا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
عواقب لا تحمد، حيث نحن في غنى عن موت النباتات أو حتى لو موت بعضها. والعلماء قد اعتمدوا على هذه النباتات ولم يأخذوا معهم أنابيب الأكسجين، فبالتالي ستكون هناك مشكلة عظيمة. ولهذا حتى نستطيع أن نطيل عمر النباتات، ولهذا تبنى العلماء سلسلة من الإجراءات المهمة مثل زراعة أصناف مختلفة من النباتات لتعويض الأنواع المعرضة للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي. يعني مثلا ممكن نجيب نباتات من البراري المتجمدة في روسيا، وأيضا مجموعة من النباتات الموجودة في وسط أفريقيا عند خط الاستواء، ونباتات من البيئات المعتدلة، ونباتات من البيئات الصعبة. نختار نباتات من جميع البيئات ونجري تجارب على هذه النباتات جميعها حتى نتمكن من الوصول إلى النبات أو تركيبة النبات الذي يمكن أن يتحمل هذه الظروف المناخية الصعبة. طبعا دور الهندسة الوراثية دلوقتي أصبح كبير جدا، هو الأمر اللي سبب عندنا بعض المشكلات الصحية والأزمات الكارثية في الفشل الكلوي وغيرها والكبدي من خلال إضافة هذه المواد في الزراعة. يعني مثلا ممكن نعمل دلوقتي نبات اليوسفي يستفندي من غير بذر، ممكن نعمل برتقال سهل التقشير، البطيخ تقريبا كله بقى أحمر ونفس الطعم، هذا كله من خلال بعض التقنيات التي استخدمها بعض العلماء، وإن كانت مضرة للصحة ولكن هذا لا يعنينا في هذا الموضوع. يبقى زراعة أنواع من النباتات مختلفة لتعويض الأنواع المعرضة للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي، وابتكار طرق تزيد من مقاومة هذه النباتات للأمراض السائدة في الفضاء الخارجي. اللافت للنظر أن معظم هذه الاكتشافات والاختراعات الحديثة والتي أبدعها العقل البشري كانت في البداية الأولى مجرد خيال عام، ثم ما لبثت لم تتأخر بعد أن تحققت على أيدي العلماء الذين جسدوها واقعا حيا وملموسا في حياة البشر. تعالوا بنا نناقش بعض الأسئلة التي جاءت في هذا الدرس، بعض المعاني آسف بعض المفردات. التفكير منصبا يعني متجها أو مركزا. الإفادة من الثروات المعدنية، الإفادة يعني الاستفادة والانتفاع من الثروات المعدنية الهائلة، الهائلة يعني الكثيرة. كل هذه الاختراعات التي أبدعها العقل البشري، أبدعها أي ابتكرها. الأكسجين الذي أفرزته النباتات، أفرزته أي أنتجته وأخرجته. هذا المجال الحيوي أي المهم والضروري، ستكون عواقبه وخيمة يعني سيئة أو رديئة أو لا تحمد عقباها. العمود الثاني، تعدى تفكير الإنسان من مجرد التفكير في الوصول إلى الفضاء إلى الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة في الفضاء، تعدى التفكير أي تجاوز الاستفادة من الموارد الهائلة، الموارد أي المصادر، حيث تحتوي يعني تشمل على كميات هائلة من المعادن. استنبات زراعات داخل مركبات الفضاء، استنبات أي زراعة، استنبات زراعة، حيث تتجاوز يعني تتعدى إحلال أنابيب الأكسجين بنباتات، إحلال يعني استبدال، وقوع أي خلل أي خطأ أو فساد، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، عواقب مفردها عاقبة وهي الخاتمة والمصير. عاقبة يعني
مصير أو خاتمة أو نهاية. هيا بنا نتناول بعض الأسئلة بالمناقشة والتحليل. لماذا تتسابق الأمم في البحث العلمي؟ تتسابق الأمم في البحث العلمي لتحقق التقدم والرقي وتصل إلى المكانة اللائقة. لماذا يبحث العلماء في زراعة الفضاء؟ يبحث العلماء في زراعة الفضاء لتوفير الغذاء والأكسجين لرواد الفضاء. يبحث العلماء في زراعة الفضاء لتوفير الغذاء والأكسجين لرواد الفضاء. ما المقصود بزراعة الفضاء؟ زراعة الفضاء هو استنبات نباتات مختلفة في الفضاء لتوفير الأكسجين والغذاء اللازم لرواد الفضاء. طبعا السبب البقاء فترة أطول على زهر في الفضاء أو في الكواكب التي تحتوي على هذه الكميات من المعادن والثروات. الحصول على الأكسجين من الفضاء، طبعا العلماء بيسعون للوصول إلى الفضاء أو البقاء فترة أطول من خلال وجود الأكسجين الكثير في الفضاء حتى يتمكنوا من إطالة الفترة التي يقضونها في الفضاء، فبالتالي البحث مزيد من البحث ومزيد من التنقيب ومزيد من اكتشاف المعادن والإتيان بهذه المعادن إلى كوكب الأرض. وأود أن ألفت انتباه طلاب الأعزاء، ماذا لو جئنا ببعض المعادن من الفضاء إلى الأرض؟ تخيل لو معك معدن وقلت أن هذا المعدن جاء من كوكب مثلا المريخ أو من كوكب المشتري أو من كوكب أو من القمر أو من غيره من الكواكب، كيف ستكون قيمته؟ كلنا نعرف مثلا التاج البريطاني. التاج البريطاني به مجموعة من الجواهر، هذه الجواهر غاية في الجمال وغاية في الثمن، ثمنها باهظ جدا. لماذا؟ لأنها غالبا ليست موجودة إلا في التاج البريطاني، فهي نادرة. فكلما كان الشيء نادر كلما كانت قيمته أعلى. فمثلا الحديد هو أكثر المعادن أعتقد موجودة على وجه الأرض، فبالتالي هو يعد أرخصهم. فلو نظرنا إلى سعر طن الحديد وسعر طن النحاس أو الألمونيوم سنجد أنهما أكثر من الحديد. الحديد ثم الألمونيوم، النحاس أغلى ثم الذهب. ما فيش حاجة اسمها طن ذهب ولا كيلو ذهب، إنما في جرام ذهب. ليه؟ لأنه من المعادن الموجودة بقلة وليست منتشرة بكثرة على ظهر الأرض، فبالتالي كلما نضر كلما زادت قيمته. ما الذي اعتمد عليه خبير الكيمياء في تنفسه بالحجرة؟ اعتمد خلال تنفسه على غاز الأكسجين الذي أفرزته المزرعة. ما المشكلة التي يتوقع أن تواجه العلماء في الرحلات الفضائية؟ طبعا توجد هناك مشكلة في مد الفترة الزمنية التي يمد بها النباتات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي. لماذا يسعى العلماء للحصول على الموارد من الفضاء الخارجي؟ قلنا أن كوكب الأرض ليس عليه كثير من الموارد، سنقص الموارد على سطح الأرض أو ندرتها، وخاصة مع تزايد أعداد السكان. اذكر أوصاف الغرفة المستخدمة في التجربة. غرفة محكمة مربعة الشكل، طول ضلعها 10 أمتار، احتوت على مزرعة قمح صغيرة مساحتها 10 أمتار مربعة. ناخد بالنا ما بين في فرق ما بين طول ضلعها 10 أمتار، يعني الطول 10 أمتار والعرض 10 أمتار لأنها مربعة.
إذا مساحتها 100 متر، أما المزرعة التي بداخلها فمساحتها 10 متر فقط. اذكر بعض نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة. استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة أدى إلى تحسين سلالات النباتات وزيادة الإنتاج وحل مشكلات الزراعة وزيادة مقاومة النباتات للأمراض. كيف كانت البداية الأولى للكشوف والاختراعات البشرية؟ كانت البداية الأولى مجرد خيال عابر، ثم ما لبث أن تحقق على أيدي العلماء. وهذا يدل كما كنا في نواتج التعلم في أول الحصة، يدل على أهمية البحث العلمي وأنه لا غنى عنه للشعوب في تطوير وتقدم العلوم، ليس فقط في الزراعة وإنما في الأسلحة وفي الحرب وفي العلوم وفي اللغات. هذا البحث العلمي يمكن استخدامه في اكتشاف أمراض كثيرة قبل أن تحدث ومعالجتها والوقاية من هذه الأمراض. كل هذا يدل على أهمية البحث العلمي. المشكلة الرئيسة التي تواجه زراعة الفضاء. المشكلة الرئيسة هي مد الفترة الزمنية التي يمكن أن تمد بها النباتات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي بسبب انتشار الأمراض والآفات، وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمنية التي يقضيها رواد الفضاء في الفضاء. لماذا ينبغي الدقة عند إجراء تجارب العلمية؟ ينبغي الدقة لأن وقوع أي خطأ مهما كان صغيرا سيؤدي إلى عواقب وخيمة. عما كشفت الأبحاث العلمية مؤخرا، كشفت عن وجود كواكب تحتوي كميات هائلة من الثروات المعدنية، مما حدا بالعلماء أو دفع العلماء إلى التفكير في كيفية الإفادة من هذه الثروات الهائلة. ماذا فعل العلماء بدلا من خزانات الأكسجين التي يحملها رواد الفضاء؟ طبعا قام العلماء بإحلال نباتات مزروعة في الفضاء لتمد رواد الفضاء بالأكسجين بدلا من خزانات الأكسجين. ولقد اختار العلماء نبات البطاطا الذي يوفر لرواد الفضاء الأكسجين والغذاء. علم تتسابق الأمم في البحث العلمي طبعا لما له من أهمية لتحقيق التقدم والرقي وتصل إلى المكانة اللائقة. لماذا خرج الكيميائي من الحجرة بصحة جيدة؟ طبعا لأنه اعتمد في تنفسه على غاز الأكسجين الذي أفرزته مزرعة القمح الصغيرة. نأتي إلى تدريب عام للمناقشة. تكمن المشكلة الكبرى، عندنا سؤال بيقول أعرب ما تحته خط. الكبرى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن المشكلة منعود مرفوع. في إنجاح مثل هذه الأبحاث نعم بدل مطابق مغرور بالكسرة. في الوصول إلى مد الفترة الزمنية التي يمكن أن تمد بها هذه المزروعات رواد الفضاء من الغذاء. الغذاء اسم مغرور وعلامة جره الكسرة. والأكسجين وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمنية، طالت الفترات، طالت فعلا. من اللي طالت الفترات؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الزمنية، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، التي يقضيها الرواد في الفضاء وسيكون لتقنيات الهندسة الوراثية أيضا نعت مجرور بالكسرة، والتي بلغت هي مراحل، مراحل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، متطورة نعت منصوب بالفتحة. في المجال الزراعي نعت مجرور بالكسرة. دور فاعل في حل المشكلة
المشكلة مضاف إليه مجرور بالكسرة المتوقعة في هذا المجال الحيوي. ما مرادف تكمن؟ قلنا توجد مذكر الكبرى الأكبر جمع حل حلول. ما المشكلة الكبرى التي تتحدث عنها العبارة؟ المشكلة الكبرى هي مد الفترة الزمنية التي يمكن أن تمد بها هذه المزروعات رواد الفضاء من الغذاء والأكسجين. نأخذ هذه الفكرة واجب منزلي ونتناقش فيها إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. كان معكم أستاذ محمد معروف طيور، رئيس قسم اللغة العربية. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.